صباح الخير مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج الحدث. اليوم المواضيع كثيرة بدءا من زيارة هوكشتاين إلى بيروت اليوم، هل ستحصل خلال الأيام المقبلة وماذا يحمل معه بعد رسالة لبنان التي أرسلها إلى الأمم المتحدة، المجلس الوزراء الذي تعترضه بعض البنود التي يبدو أنها قد تكون متفجرة، وطبعا يعني مزيد من العناوين الانتخابية، الانتخابات هل ستحصل انتخابات، البعض بدأ يتحدث عن تأجيل هذه الانتخابات. كل هذه المواضيع راح نطرحها اليوم. أهلا وسهلا فيك أستاذ قاسم قصير الكاتب السياسي، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير لحضرتك المشاهدين. أهلا فيك. يعني قبل شوي هلأ كنا عم نتابع زميلنا شادي خليفة مع نائب زياد أسود بهذا النقاش حول البند المتفجر، بس قبل ما نبدا فيه خليني انتقل لو سمحت لامام اسرائيل الحكوميه بيان الاساتذه المتعاقدين في التعليم الرسمي، بنسمع وبنرجع. المتعاقدين بالتعليم الاساسي والثانوي والمهني شكلنا قلب واحد وايد وحده في وجه من سلبنا حقوقنا كل هذه السنوات، هن اتفقوا علينا ونحن اليوم جينا نقول توافقنا عليكم ولكن بالحق. بس بليز وطيهم اليوم يا اساتذه، بعد بتعرف قصتنا، عشرات سنين مسلوبة حقوقنا، عشرات سنين سمونا أستاذ متعاقد، لما بنمشي على الطريق بيقولوا يا حرام أنت أستاذ، أوكي ماشي، بيقولوا يا حرام، أوكي هيك، بيقولوا يا حرام أستاذ متعاقد. لهالدرجة نحن وصلنا بمحل مهين للأستاذ بلبنان. يوم جينا نوصل رسالة واضحة، نحن مش هواة إضراب، نحن أساتذة منعيش من وراء عملنا بالتعاقد. اليوم عشرات السنين هاليوم عم يندفع ثمنها بأنه نحن ما تثبتنا. وصل القطاع التعليمي الرسمي اليوم 70% منه متعاقدين. ليه السبب؟ لأنه هني ما قاموا بواجباتهم، لأنه هني ما قاموا ما عملوا مشروع تثبيت. اليوم عم نحكي عن 70% أساتذة متعاقدين بالتعليم الأساسي والثانوي والمهني، إجرائي مستعان بهم قبل الظهر بعد الظهر على صندوق المدرسة. اللي عم يسمعني رح يقول شو هول؟ رح يقول له هو تسميات كلهم بيعنوا أستاذ، بس بدولتنا الكريمة هيك سمونا وهيك فرقونا. اليوم جينا نقول كلنا سوا بالتعاقد، ما بناخد بدل نقل، ما بناخد معاش شهري، ما بناخد ضمان صحي، كلنا سوا. بين له الله هيدا يا عمي، بينوا كل الميكروفونات حتى ما نسأل اي علم. اوكي اليوم كلنا سوا ما بناخد ضمان ولا بدل نقل ولا راتب شهري. اليوم كلنا سوا سلبونا حقوقنا. جينا نقول مع بدء الازمه الاقتصاديه والاجتماعيه بلبنان قامت الدنيا علينا، وقال الاساتذه المتعاقدين عم بيراهنوا بالقطاع التعليمي، عم بيراهنوا بالقطاع التعليمي. اليوم بدنا نقول نحن مش عم نراهن بالقطاع التعليمي، نحن ضحيه. اليوم الحكومه وزارة التربية وكل مسؤول بالبلد اخدين الأساتذة رهينة، واخدين أولاد الأساتذة رهينة، لأنه الأساتذة المتعاقدين 90% من أولادهم بالمدارس الرسمية، فما حدا يزيد علينا. فرقوا وحددوا وين القضية. اثنين، اليوم هيدي السنة قلنا 4 شهور مسكر أبواب، عم يحاول مساعي عنده وزير التربية وجهود ليعطينا حقوقنا. للأسف حدثونا عن 90 دولار، ما شفنا منها دولار. حدثونا عن زودة ساعة 20,000، ما شفنا 1,000. حدثونا عن بدل نقل، عطونا كل العالم، نحن ما عطونا ولا 1,000 ليرة. الوحيدين اللي منجي ماشي أو منطير على المدارس نحن الأساتذة المتعاقدين. أيضا وعدونا بمشاريع وقوانين تنحط بالمجلس النيابي للقانون بدل نقل والضمان، ما شفناهن. اليوم من هون منقول للقاء التشاوري في سراي الحكومة يلي عم بيتم بتواجد رئيس الحكومة ولجنة التربية النيابية وأيضا وزير التربية، اليوم أنتم متواجدين مع جهات خارجية لتقولوا لهم كيف بدنا ننقذ عام الدراسة. العام الدراسي اللي بدكم تنقذوه نحن أساسه. اليوم العام الدراسي يلي جايين بدكم إياه يتعافى جسمه مريض بالشارع قدامكم. اليوم جايين نوصل رسالة واضحة للمجتمع الدولي اللي عم يجي يقعد معكم والجهات المنظمة. صار الوقت هلا بطلوا هن يسمعوكم، يجي يشوفوا هالمصاري يلي عم توصلكم وين عم تنصرف. اذا نقلنا جزء من بيان الاساتذه المتعاقدين في التعليم الرسمي يلي عم يعطوهم امام السرايا الحكوميه، طبعا مطالبين بحقوقهم. بدي ارجع لك استاذ قاسم القصير، نحن بلشنا بالحلقه على وقع البند 16 الذي يهدد مجلس الوزراء واللي يتحدث انه عن الغاء القانون 359 المتعلق بتعديل اصول المحاكمات الجزائيه واعاده العمل بقانون المحاكمات الجزائيه
أنه يعيد إذا بدك بعض الصلاحيات لوزير العدل الذي يمكنه حينها طبعا ربطا بتحقيق تفجير المرفأ، الذي يعيد له صلاحية التصرف أو يعني إقالة أو عدم إقالة قادة التحقيق العدلي في انفجار بيروت. برأيك شو قصته هذا القانون؟ هلا سمعنا النائب زياد أسود شوي. أنا ما كان عندي معلومات، سمعت النقاش اللي صار بين زميل باليوتيوب في والأستاذ زياد. هلا عندي كان سؤال كثير بسيط، هو إنه إذا كان هو مقدمه مشروع قانون على مجلس النواب، كيف تم انتقاله إلى مجلس وزراء؟ يعني هل كيف تم تحويله؟ انه عاده هو عم بيقول الرئيس بري، يعني النائب زياد اسود كان عم بيقول انه الرئيس بري، يعني مش بالعاده ما بيتحول يعني مشروع قانون مجلس نواب الى مجلس وزراء. مجلس وزراء بيحدده رئيس الحكومه بالتوافق مع رئيس الجمهوريه، وما دخل حتى الرئيس نبيه بري بمجلس الوزراء يعني نهائيا. هلا هذه نقطه اشكاليه. النقطه الثانيه وضحها يمكن الاستاذ زياد، انه هذا موضوع قديم منه جديد، قبل انفجار المرفأ 4 سنين تقريبا طارحه. هلا هذا بده يعمل انفجار، ما بعرف. هلا البلد مثلين قضايا تفجيريه قد ما بدك اذا كل يوم يعني، بس ما بعتقد يعني انه هيك امور راح تفجر بلد او راح تفجر مجلس وزراء. اذا ما كان موافقين عليه بتحول غيره مثل غيره، يعني مش بيتأجل بمزيد من الدرس، بس ما بعتقد اليوم حدا رح يفجر بلد او رح يفجر مجلس وزراء بهذا الموضوع. لا، اذا هذا جزء من مسار مثل ما كان عم بيحكي زميل خليفه، انه بمعنى انه جزء من تسويه ما جديده عم بينحكى فيها، هذا كمان كل شيء وارد. يعني احنا من هلا لوقت الانتخابات بتتوقع كل الاحتمالات من اجل ترتيب العلاقات بين القوى السياسيه والحزبيه، خصوصا وانه يعني هلا خلينا نحكي، خصوصا وانه التيار الوطني الحر وحزب الله قرروا يتحالفوا انتخابيا. صحيح، يعني هذه المعلومات الاخيره، يعني انه تم عقد اجتماع قيادي بين التيار والحزب، تم الاتفاق فيه حسب مصادر بالحزب على تحالف بكل الدوائر الانتخابيه، وقف كل السجلات الاعلاميه على مستوى مواقع التواصل وعلى مستوى القيادات، إعادة إحياء اللجان المشتركة بكل المستويات من أجل تعزيز العلاقة بين الطرفين، وعلى أساس أنه يكون حركة أمل جزء من هذا التحالف في الدوائر التي تتواجد فيها كمان. وهذا الشغل إذا بس هل الرئيس بري قبلان بهذا الموضوع؟ لأنه كمان كان في معلومات أشارت إلى أنه صحيح أنه حزب الله والتيار الوطني الحر فيهن في تحالف انتخابي بيناتهم راكب بكل الدوائر، بس ولكن الرئيس بري لا يزال حتى الساعة مش قبلان أنه يعني يكون يدعم اللوائح. مصلحة حركة أمل أنا برأيي أن تكون جزء من هذا التحالف، لأنه وضع الانتخابي لحركة أمل هي جزء من حزب الله بشكل أو بآخر. يعني هلأ في محل معين ممكن حركة أمل ما تنضم لهذا التحالف، مثلا يمكن دائرة جزين صيدا مثلا، هذه النقطة اللي لأنه في معركة هلا ما بعرف بوقت من هلا لوقتها. بس أنا تقديري يمكن حزب الله عم يشتغل، وهذا موضوع مش جديد، يعني صار له كذا فترة عم يشتغل لإعادة ترميم كل التحالفات للحفاظ على الأكثرية النيابية، وهذه معركة تصور معركة حركة أمل مثل ما هي معركة التيار مثل معركة الحزب، لذلك بده كل واحد يتخلى عن بعض مطالبه للذهاب للاتجاه. اذا الامور يعني الاجواء السياسيه كانت رايقه من هلا لوقتها، بعتقد انه نبيه بري ورئيس نبيه بري وحركه امل ما راح يعارضوا، لانه يعني بالاخير ما هن كيف يعني رايقه؟ يعني هل يمكن مثلا انه يكون هذا الحديث اليوم عن اعاده احياء هذا الاقتراح؟ مثلا ما لاحظتي هلا بالفتره الاخيره انه جزء من هذا الهدوء والتسويات بين حركه امل والتيار الوطني تراجع كثير مثلا، واضح انه في تراجع بالسجل. هلا بيكمل حزب الله حسب المعلومات، حزب الله بده يشتغل على هالاساس، وهذه يعني اساس معركه حزب الله الانتخابيه ان يحافظ على الاكثريه النيابيه وان يحافظ على التحالفات، وعم يشتغل على كل الخطوط بهذا الاتجاه. كل شيء ممكن، يعني انا ما بستبعد اي شيء بيؤدي لتعزيز التحالف بين او لابقاء التحالف الانتخابي بين تيار الوطن الحر وحركه امل، حتى لو بتحصل احيانا سجلات اشكالات او خلافات، لكن من الصوره الخارجيه على الاقل سجلات ما عاد مثل الاول، خفت كثير بالاسبوعين الماضيين، واضح الناس راحت على مجلس وزراء عم بتناقش بموازنه وكل القضايا. يعني الشيء اللي تم الاتفاق عليه منذ العوده لمجلس الوزراء الى اليوم ماشي. بس هي المساله هلا، هل انه
يعني هل هذا الموضوع رح ينسحب بمجلس الوزراء على بنود اخرى غير الموازنه؟ لانه نحن بنعرف انه مثلا فريق رئيس الجمهوريه يريد مجلس الوزراء ان يقوم بتعيينات معينه. مظبوط. اليوم حزب الله والثنائي الشيعي يعني لا يريد، يريد ان يكتفي فقط بس اذا لاحظتي انت خلال هالفتره الاولويه هي للموازنه، الاولويه للقضايا الاجتماعيه الاقتصاديه، يمكن التعيينات الوحيده اللي حصلت موضوع هيئة الاتفاق على هيئة الفساد، نعم، مكافحة الفساد، وتعيينات بسيطة جدا. لهلأ من طرح أي نقطة إشكالية تؤدي إلى ضرب هذا الاتفاق اللي تم على أساس عودة حزب الله وحركة أمل المجلس وراء. أنا تقديري أنه هن عم يشتغلوا على الحفاظ على هذا التفاهم اللي صار، معالجة القضايا الأساسية، هموم الناس، مشاكل الناس، قضايا المعلمين، يعني هذا الواضح الجو العام، لأنه هن كلهم بيعرفوا أنه هن بمرحلة دقيقة رايحين على انتخابات نيابية، قديش فيهم يقدموا أمور للناس ليخففوا من حالة النقمة عند الناس وعند الجمهور العام، مشان يقدروا يخوضوا انتخابات هن ومرتاحين، هذه هي القاعدة العامة، لذلك التفاهم أنا برأيي هو الأولوية. بس بالسياسة خلينا مظبوط الانتخابات اتفقوا عليها، بالمسار اليوم انه الاتفاق على التحالفات انه الانتخابيه اولا لانه في مصلحه مشتركه، لانه عم بيخوضوا معركه، هلا بنحكي شو مؤشراتها وشو تداعياتها رح تكون. ثانيا هل يحمل معه اذا بدك فكفك العقد سياسي منها مساله التحقيق العدلي؟ يعني اليوم انه هلا من صدفه مثلا انه اليوم يبلش الحكي عن هذا الموضوع، عن هذا لا يعني هلأ مش صدفه، يعني ما في شيء صدفه بالبلد يعني بشكل عام. بس هلا يمكن الاستاذ زياد اسود ما بدي ارجع اكرر اللي قاله وسمعناه كلنا، سمعناه هو قال انه هو عارض، هو ما كان رابط بين الامور، بس ثمة من اختار في هذا التوقيت بالذات انه يرجع لهذا القانون ويطرحه. ننتظر هلا نحن بمرحله كثير دقيقه بالموضوع، مرحله هذه ثلاث اربع اشهر كل حدث هلا مثلا موضوع اعاده الحديث عن انه انتخابات المقتربين، نعم، بند المقتربين، نعم، انه اعاده 16. طب هذا الموضوع رغم انه يفترض عمليا انتهينا منه واقروا مجلس النواب، صحيح، والمجلس الدستوري، نعم، اعاده طرحه كمان جزء من تفكير هل انه هالشيء من اجل ارضاء ما لتيار الوطن الحر، هل هذا ما يجري الان اعاده ارضاء الرئيس نبيه بري وحركه امل، كل شيء وارد. انا بالسياسه بالبلد ما في شيء مستبعد، يمكن مش بالضروره الاستاذ زياد الاسود كان هو مخطط لهالشيء، اجت هاللحظه، وان كان بيبقى هذا سؤال ممكن تسالي لحدا دستوري انه كيف ممكن مشروع قانون كان بمجلس النواب يتحول لمجلس الوزراء؟ يعني انا ما عندي جواب، نعم، لانه ما يعني مش بخبرتي. وكيف ممكن انه نرجع نعيد النظر بالدائره 16 من بعد ما هذا موضوع، خاصه انه هلا المجلس الدستوري يفترض الانتخابات بلشت، الترشيحات بلشت، والناس عم تترشح، يعني بس بهذا البلد كل شيء يعني ممكن، يعني البلد عجائبه، باي لحظه من اللحظات تتغير الامور لمصلحه القوى السياسيه سواء كانت حاكمه احيانا او متحكمه او بدات تتحكم. نحن بلحظه ما كل شيء محتمل وارد. القاعده الاهم انا برايي نحن الان في مرحله انتخابات، وكل الاطراف الان تعمل على اساس انتخابات نيابيه، يعني هذا الان الشغل كله الان، ولذلك اليوم يعني اذا بتلاحظي خلاص يعني ما عاد في حدا يقول الا لا سمح الله اذا صار شيء سيؤدي الى عدم حصول انتخابات. لهلا ما مبين، لهلا ما في حدث كبير يمنع حصول الانتخابات بوقتها، نعم. لذلك الكل هلا عم يشتغل انتخابات سواء بشعاراته بادائه بمكانات الانتخابيه، مين عم بكبر الشعارات ليعتبرها انه هي معركه المصير ومعركه تغيير وجهه نظر لبنان والديموغرافيا، معركه تحرير لبنان من الاحتلال الايراني، شعارات كلها، رغم انه انا برايي يعني يمكن اليوم الزميل ابراهيم انا ما صح له تفصيلا انه هاي الانتخابات بالاخير ما راح تغير مسار حجم القوى السياسيه، ممكن واحد بيزيد خمس نواب، عشر نواب، بينقص عشر نواب، هاي القوى الموجوده الان مع زيادات بعض القوى الجديده بدها تحكم البلد وبدها تتفاهم بين بعض البعض لاداره البلد، والاولويه هي لهموم البلد الداخليه، اما القضايا الكبرى هذا لا في هلا مؤتمر دولي
ولا تحرير لبنان من احتلال إيراني إذا حدا، ولا سلاح حزب الله مطروح اليوم، ولا تغيير النظام اليوم مطروح. يعني نحن اليوم الأولوية عند الداخل والخارج حماية هذا البلد من الانفجار، نعم، أو حفاظ على استقرار والقيام بالإصلاحات. يعني قديش فينا نعمل إصلاحات رغم أنه ما حدا متوقع؟ كيف بدهم يحموا من الانفجار؟ يعني اليوم يبدو الانقسام السياسي كبير. أنا ملاحظة، ما ملاحظت خلال أقل من شهر تراجع سعر الدولار من 33 ألف ل بس هو اليوم في كلام. ليش عم بلش التوتر بالبلد؟ بلش التوتر بالبلد غير التوتر السياسي، توتر معيشي آخر فترة. بس في كلام، عفوا، في كلام عن انه هذه الطبقه السياسيه نفسها كلها اتفقت على ضخ دولارات بالسوق مع حاكم مصر بن رياض سلامه لحتى ينزلوا سعر صرف الدولار قبل الانتخابات النيابيه. السؤال ليس هنا، السؤال انه الانفجار الاجتماعي اذا اجلناه هلا شهرين، انه بعد الانتخابات شو بيصير؟ انه كيف حمايه هذا البلد من الانفجار الاجتماعي؟ في قضايا اساسيه بدها تتعالج بهالوقت. صندوق النقد الدولي افتراضا، اذا صار في اتفاق قبل الانتخابات مع صندوق النقد الدولي، هذا بده يعني يساهم بشكل او باخر معالجه. اذا ما قدرنا وصلنا لاتفاق وتاجل الاتفاق، مجلس النواب جديد هو بده يروح على هذا التفاهم مع صندوق النقد، بكون في مجلس نواب هو يعني بياخذ مسار البلد لوين بده يروح، ومجلس الوزراء جديد بعد مجلس النواب. انا تقديري هن معتبرين هن هالشهرين او ثلاث اشهر اذا قدرنا ضاينا مثل ما ضاينا من سنتين لهلا. يعني الناس كلها من سنتين لهلا تأجيل الانفجار، تأجيل الانفجار. إيه، وبعد شهرين شو رح يصير؟ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ليس سحر. أول شيء ليس صندوق سحر. نقد الدولي. ما إنه سحر، يعني ما إنه زر منكسب بمشي الحال. هو مسار طويل. منروح كون بلشنا بمسار على الأقل المسار الصحيح اللي كلنا الناس ناطرينه. المسار الثاني اللي عم ينشغل عليه واللي هلا ما بعرف بالضبط شو رح يصير، مسار ترسيم الحدود. نعم. كمان اذا صار في تفاهم على موضوع ترسيم الحدود بغض النظر، يعني هلا بنحكي عن ترسيم الحدود، يعني هيدي ثلاث اربع شغلات مسارات اساسيه بتريح البلد وبتخلي على الاقل هذا الضغط اللي كان عم بيتعرض له البلد. شغله ثالثه الاهم انا برايي، من هلا للانتخابات، اذا صارت الانتخابات وضحت الصوره بالاخير، اذا في حدا مراهن هلا انه والله بدي، عفوا للتعبير، بدي كسر راس حزب الله بالانتخابات، وما تكسر راس حزب الله مثلا بالانتخابات، طب شو بده يعمل؟ هو الرهان مع حزب الله. طبعا بالمقابل هو الرهان اليوم مش على تكسير راس حزب الله، اليوم الرهان هو على تكوين كتله من عدد من النواب تكون هي مستقله الى حد ما، يعني خارج من القوى التقليديه السياسيه، وانه هي تكون بيضه الابان بالمرحله المقبله. هذا هو الرهان. طيب لو اجت هالكتلة، بس في حال اجت هذه الكتله ماذا تستطيع ان تفعل بوسط التوازنات؟ عشان هيك انا هلا يمكن اهم شيء تخفيف هذه الرؤوس الحامله دائما بنحكي عنها، تتخفف شوي، انه ما حدا يكبر كثير، انه حدا والله مشان يعمل معركه انتخابيه لازم يهاجم السيد حسن نصر الله شخصيا، يعني بس يهاجم السيد حسن بيعلى الرصيد له على المستوى. وبنفس الوقت اذا بدك تعمل حمله انتخابيه ما بدك تهاجم انه سمير جعفر، نفس الشيء بالمقابل في حدا انه والله هول لا شد العصب ولا. انا برايي اهم شيء سمعت مره كثير كنت هيك عجبني، يمكن اسمه جميل معوض، ناشط بالمجتمع المدني، وقت سال تيار كان حدا من القوات انه شو اهم انجاز عملتوه لمصلحه الناس؟ بقيوا يمكن ربع ساعة ما عندهم جواب، إنه هلأ قالوا لي شو أهم إنجاز بدكم تعملوه لمصلحة الناس. نعم. مش تقولوا لي بدنا يا نحرر لبنان يا بدنا ندافع عنه، لا، لبنان موجود الآن، ما رح هلأ يتغير وضع. قالوا لي شو ثلاث أربع مشاريع قوانين بدكم تعملوها لتخففوا من أزمات الناس، سواء ضمان اجتماعي، ضمان شيخوخة، كيف بدكم تحافظوا على أموال المودعين. هالقضايا ما حدا يطرح شعارات كبيره، لانه بنعرف بالاخير هذا البلد محكوم بهي القوى الموجوده فيه، التغيير سيكون جزئيا ليس التغيير. من هون انا برايي يمكن هلا الاموال تنضخ، يمكن اذا انضخت اموال من هلا للانتخابات كمان بتريح شوي البلد نسبيا، يعني بصير في مصاري بالناس. لذلك الان كل الشغل هو شغل انتخابات، غير هيك ما حدا يحلم حاليا لا بتغيير نظام ولا بتغيير معادلات ولا بمواجهات كبرى بلبنان. انا راقبت وهذه ما بعرف لاحظت
اجى وزير خارجيه فاتيكان. بدي احكي، كنت معك بهذا الموضوع وبعرف انت مختصه اصلا، ما حضرتك انت متابعه ومختصه. لا بس كنت حضرتك مشارك بالمؤتمر يلي نعم تقريبا ساهمنا بجهد عندك كلمه يعني. طيب يعني محاضر بالتحضير صار له سنتين هذا المؤتمر. انا لفتني وزير خارجيه الفاتيكان، يعني ثالث شخصيه بالفاتيكان بيجي على لبنان، لانه ما طرح قضايا بتدغدغ بعض القيادات اللي راسها شوي هيك حامي، ما كان في اهتمام بالشكل المطلوب. يعني جامعه الكاثوليك عملت مؤتمر ضخم من اجل احياء رساله البابا يوحنا بولس الثاني حول لبنان، الرساله في بيئات، وبعتذر يمكن للتعبير، البيئات المسيحيه اللي هي معنيه برساله البابا ما كانه معنيه بالموضوع. كيف يعني؟ يعني ما في اهتمام، يعني ما في نوع. عاده انا بس يجي مسؤول كبير بالفاتيكان بتلاقي في ترحيب، في خطاب له، في نوع من هذيك مرق، كانه وزير خارجيه شي دوله يمكن افريقيه. شو لازم يعملوا له قصدي؟ يعني كيف كان ممكن يتصرف؟ لانه انا استنتاج هذا، لانه الخطاب اللي قدمه لا يدغدغ بعض الروس الحامية اللي بدها فيدرالية وبدها تقسيم وبدها مواجهة احتلال إيران وبدها شيء، ما عجبهم. لأن شو عم بقول لهم؟ عم بقول لهم لازم تحافظوا على لبنان الوحدة وتعملوا إصلاحات، تعملوا إصلاحات، إنه القيادات المسيحية الأساسية ما كأنها اهتمت بوزير خارجية. هو كمان يقول ما اهتم فيها، لأنه يمكن ما التقى فيها، التقى بالقيادات الدينية والمسؤولين الرسميين. طب اللي صادف كمان بالوقت نفسه اللي كان وزير خارجية الفاتيكان عم بيجي على لبنان، البابا كان عم يستقبل وفد كاريتاس. شو كان عم بيقول لهم؟ روحوا اهتموا بموضوع الفقر، انه الأولوية الآن عند رأس الكنيسة هي الاهتمام بوضع الناس المعيشة، مش بالشعارات الكبيرة اللي بدكم تغيروا فيها البلد وبدكم تعملوا مشاكل وصراعات. حتى زميلنا دكتور فادي احمر بيكتب بموقع اساس وكان حاضر هو بالكاثوليك، حتى موضوع الحياد ما انطرح بالمؤتمر. بس بس هو حكى كلام عام انه ابعاد لبنان عن الصراعات. بس منهم من قال انه الفاتيكان بمن يعرفها ويعرف انه دبلوماسيتها كيف هي بتوصل الرساله، ما بتجي بتقول روحوا مثلا اعملوا حياد، تجي بتقول ابعاد لبنان عن الصراعات الخارجيه. ماشي. هذا يعني بشكل غير مباشر حياد. وكلمته لوزير الخارجيه من بعد لقاء الرئيس عون الذي تحدث فيها عن خوف الفاتيكان من زوال لبنان. مزبوط. عن انه ابعاد لبنان عن الصراعات الخارجيه، يعني قال بعض العبارات بلغه مرمزه بلغه الفاتيكان، لانه الفاتيكان من يعرفها وحضرتك بتعرفها ما بتجي بتقول انه الامور مثل ما احنا بنقولها. مين اللي ممكن يساهم بازاله لبنان من الوجود؟ اللي بده يدخل الان، رغم انه هلا لبنان جزء من صراع بالمنطقه، بس اللي بده يفوت كمان لبنان بصراعات جديده، يعني ما بيكفينا الصراعات الموجوده، في مين بده يحول لبنان جبهه الان لمواجهه القضايا بالمنطقه؟ لذلك عم بقول لهم انه هلا روقوا شوي. انا هذا استنتاجي بسيط. نحن بس هو عفوا ليش قال انه خايف على لبنان من الزوال؟ طبعا لانه في اول شيء عندك الموضوع الديموغرافي، اخطر موضوع الان بلبنان وحسب احصاءاته وحكاها الزميل جون عزيز بمداخلته بمؤتمر الكاثوليك، انه نسبه الشباب اللي ما دون من 15 ل10 سنين بلبنان، عدد اللبنانيين مزبوط. اقل من عدد المقيمين. هذا زوال لبنان. يعني اذا بضلنا نفوت لبنان بصراعات وبحروب، الهجره حكاها يمكن زميل جون عزيز، عمل مقاربه نعم. مهمه كثير نعم. وعمل خيارات كمان، حكى بخيارات انه شو الاحتمالات المتوقعه نعم. وبالارقام انا برايي الخطر الديموغرافي على لبنان هو اخطر شيء بسبب الهجره، بسبب تغير عدد السكان بلبنان نسبة السكان نعم. لذلك المطلوب بس عفوا حضرتك عم بتقول، بدي ناقشك بس بهيدي النقطة اللي عم بتقول انه اجا انه التركيز فقط على الفقر وما الى هنالك. بدي يعني غلطك شوي، لأن من يسمع وزير خارجية الفاتيكان من قصر بعبدة ماذا قال عن زوال لبنان وعن ابعاد لبنان من الصراعات الخارجية
وعن ضرورة تنفيذ الإصلاحات وعن مسؤولية المسؤولين السياسيين بتنفيذ الإصلاحات. الإصلاحات بشكل أساسي ركز عليها مهم. في أكثر من عنوان، أكثر من عنوان وصل لأول مرة بيقول إنه هيدا الفاتيكان يلي إجا بوقت البابا يوحنا بولس الثاني قال عنه رسالة لأنه كان في صيغة تعايش إسلامي مسيحي يريد المحافظة عليه. اليوم عم يجي يقول لك إنه لبنان يمكن يزور. طيب إضافة إنه هل هذا الكلام بمر مرور الرسالة؟ أنا شاركت بلقاء عمل بجامعة قديس يوسف وكان كلها مداخلات من مسؤولين بالجامعة حول أزمات لبنان. هو شو كان عم بيركز على موضوع الرجاء والأمل والاهتمام؟ ما هي لغة الفاتيكان؟ طيب بالكاثوليك كلامه صحيح ركز على الإصلاحات وأنه يأمل لبنانيون تغيير سياسي، بس ما طرح عناوين إشكالية اللي عم يطرحها البعض. يعني لا طرح عناوين عم يطرحوها الاحزاب، بعض الاحزاب المسيحيه سميلي يعني سميلي ما عم شو مطرح يعني مثلا طرح القوات اللبنانيه يعني بتقسيم البلد اكيد ما راح يطرحها. يعني موضوع اذا افترضنا انه القوات عم بتطالب هيك انه ما طرح ما طرحت فيدرالية بالمعنى المباشر طبعا لهلا ما طرحت ما طرحته. هذا اللي عم اقوله يعني عن شو عم تحكي بالضبط؟ انا عم بحكي بهالشعارات حتى ما نحكي بلغه مرمزه. واحد بيقول لك متحرر لبنان من الاحتلال الايراني مثلا، الفاتيكان حكي عن عدم ادخال لبنان في الصراعات الخارجيه، شو يعني شعار عام يعني. بس فكري انا حسيت انه الفاتيكان معني اليوم بالحفاظ على لبنان، باستقرار لبنان، الاهتمام بالجانب الاجتماعي والمعيشي، لاصلاح مضبوط الاصلاحات. لذلك انه اهدوا شوي، ما تفوتوا البلد الان بصراعات جديده، واهتموا بمؤسساتكم وبكنائسكم وركزوا على الوضع الداخلي. هذا اللي انا استنتجته حتى ما نحمل الفاتيكان، حتى الفاتيكان ما تبنى لا شعار الحياد بالمعنى الحياد الدولي او الحياد الناشط، ولا المؤتمر الدولي، البعض قال انه الفاتيكان بده يعمل مؤتمر دولي، ولا حتى مؤتمر من اجل لبنان بمعنى الان. الفاتيكان كانه عم بيقول هلا حافظوا على الوضع من هلا لوقت الانتخابات، بعد الانتخابات لكل حادث حديث. يعني لذلك انا اللي بدي اقوله اليوم، نحن هذا خطاب للجميع، تعوا يا جماعه. انت خطابك تهدوي، مش خطاب، عم بتحاول تلعب دور تهدوي من المكان خطاب اللي انت الذي انت فيه، يعني بما تمثله استاذ قاسم قصير. بس منهم من قرأ في كلام وزير خارجيه الفاتيكان اكثر من ذلك بكثير، عبر عدم ادخال لبنان في الصراعات الخارجيه، عبر تدخل الفاتيكان لدى عواصم القرار من اجل لبنان، وانه ملف لبنان هو دائما موجود على الطاوله مع بايدن ومع ماكرون ومع كل الدبلوماسيه الصامته. يعني منهم من يقرا بشكل مغير، بس انت لغتك هيك تهدويه، تريد ان تلعب دور. انا يعني كنت عم بقرا وعم بتابع الامور اول شيء من موقع المتابع والمشارك. يعني هذا المؤتمر بالاخير يمكن اتاح لي الشرف سعاده السفير فريد الخازن صح تابع معه بعض التفاصيل، رح يكون ضيفنا قريبا السفير فريد الخازن، تابعت معه بعض التفاصيل وحتى برنامج تفاصيل البرنامج العقد. انا شعرت نفسي بهذا المؤتمر وبهذا لديك انه جزء من هذا المشروع بالاخير اللي يفترض الان. انا لو كنت مثلا هلا محل حزب الله وبعض القوى الاسلاميه بلاقي الفاتيكان بهذه اللحظه ما يريده الفاتيكان، انا برايي هذا هو ما ينبغي. تمام، خلينا نحكي شوي عن هذا الموضوع قبل ما افوت بفصل اعلاني. هيك هل تم من نصح الوزير خارجيه الفاتيكان بلقاء حزب الله؟ ما بعرف، ما عندي معلومات. بس انا برايي هناك مصلحه مشتركه. بتعرف شيء اذا صار في اي تواصل؟ ما عندي معلومات، انا بعرف انه في تواصل غير مباشر يعني. بس انا حسب معلوماتي حزب الله كان مهتم بالمؤتمر وعم بتابع، على ما صار في اشراك او مشاركه بالمعنى المباشر. نعم، بس المسؤولين بحزب الله كانوا مهتمين بالمؤتمر. شو كان موقفهم من قصه زوال لبنان والفاتيكان متخوف من زوال لبنان؟ اول شيء كانوا معنيين بالموضوع، كانوا مرتاحين لنتائج المؤتمر. يعني وقت ما خلينا نحكي بس بما قاله وزير خارجيه الفاتيكان من ابو عبد، المؤتمر هو مؤتمر في كلمات، بس انا بهمني يعني الشيفره، هيدي العناوين العريضه للفاتيكان اللي عبر عنها من قصر الجمهوري بعد لقاء رئيس الجمهوريه. انا من خلال تواصل خوف الفاتيكان من زوال لبنان، عدم ادخال لبنان بالصراعات الخارجيه، تنفيذ الاصلاحات. انا من خلال تواصل مع بعض المسؤولين انه ما كان عندهم رد فعل سلبي على الشيء اللي انقال، بل انه كانوا معتبرين اللي انعمل من خلال زياره وزير خارجيه الفاتيكان كان وما أعلن بالمؤتمر أنه الهدف الأساسي كان المؤتمر، أنه كان في جو إيجابي. أنا تقديري هذه لازم يبنى عليه لحوار عميق
بين الفاتيكان وبين حزب الله. على فكرة هل مثلا حزب الله جاهز للمشاركة بحوار يرعاه الفاتيكان؟ لأنه ردا على السؤال وبدأ كمان بدبلوماسية شديدة، يعني هو كان عم بيقول أنه الفاتيكان لا مانع لديه باحتضان حوار لبناني للبناني في حال كان في رغبة لبنانية وطلب لبناني لهذا الموضوع. هلا ما عندي موقف حزب الله شو بيعمل، بس أنا برأيي يمكن قد يكون الفاتيكان هو من أكثر الجهات المعنية اليوم بمتابعة هيك حوار، وهو جهة اليوم قادر على الحكي مع كل الأطراف وبيقدر يعبر عن مصالح لبنان أنا برأيي بهاللحظة، ويرضى يلقى استحسان يعني بالمعنى، لأن الفاتيكان على علاقة بكل القوى الإقليمية بشكل جيد، علاقته بإيران كتير جيدة، علاقة بالعراق كتير جيدة، بمصر كتير جيدة، صحيح بالسعودية ما في علاقات رسمية بالمعنى لأنه ما في يمكن سفارة، لكن الفاتيكان ممكن يلعب دور، والرسالة اللي حملها وزير خارجية الفاتيكان وأداؤه أداء يريح. لذلك أنا برأيي نحن لازم نلاقي الفاتيكان بهذه اللحظة. طيب خلينا توقف مع فاصل إعلاني، من بعد الفاصل الإعلاني بدنا نحكي عن كمان ملف يبدو إنه هيك متفجر، قصة الترسيم لحدود رسالة لبنان إلى الأمم المتحدة، هل حصلت فقط برغبة وإرادة من الرئيس عون أو كان في إشراك لـ يعني الرئيس مئاتي والرئيس بري اللي يبدو إنه ما كان معه خبر بالموضوع؟ فاصل قصير وبنرجع. عودة لكم مشاهدينا وإلى هذه الحلقة مع ضيفي أستاذ قاسم قصير، بدي أرجع أرحب فيك. هذه الرسالة اللي بعتها لبنان أول شيء بعتها إلى الأمم المتحدة هي رسالة علنية وليست سرية، بقيت يومين لنعرف فيها، يعني ما حدا أعلن عنها، ما حدا تبناها، لبنان لم يعلن أنه أرسل رسالة إلى الأمم المتحدة. يعني نحن عملنا عنها تقرير بنشرة الأخبار أنه كانت سرية، هي منا سرية لا بس انه بقيت يومين ثلاثه لحتى حدا طلع قال انه ايه لبنان بعت رساله انه الى الامم المتحده، التباسات لانه حجم الالتباسات بهذا الموضوع كثير كبير، يعني بين اي خطوط ومين متولى. الرئيس ميشيل عون يمكن بهاللحظه بده يثبت ولو من الناحيه يعني الشكليه انه احنا قلنا حق، لانه الاسرائيليين بدهم يبلشوا يحفروا حتى يعلق التصرف الاسرائيلي ويستعيد ورقه المفاوضات. انا تقديري هذا الموضوع يعني بغض النظر عن الاوراق التي ترسل، اخر شيء بدك تشوفي لوين بدها توصل المفاوضات، لانه يعني القرار بالاخير هو على ماذا سيتم الاتفاق عليه. هلا كل المطالب سواء لبنان طلع بمطالب ثانيه او استعاد مطالب اخرى، لكن اخر شيء المفاوضات هي اللي بدها تحكم الامور. طبعا هلا في كثير بقولوا قصص وسيناريوهات انه تخلى لبنان عن حقوقه. انا تقديري هذا الملف طالما بعهدة رئيس الجمهوريه وفي وفد مفاوض وهلا رح يجي هوكشتاين، بنشوف لوين بدها توصل المفاوضات. وانا تقديري اخر شيء لن تتم الامور بشكل سري، يعني هذه الامور ما رح تتم بشكل سري، اذا اتفقوا رح يتم الاعلان عنه بشكل او باخر. هلا البعض عم يعتبر انه رئيس الجمهوريه عم هالورقه عم بده يفاوض فيها لنشوف بعدين شو بده يصير، بس انا تقديري نحن مصلحتنا بس واحد. ليش انبعتت من دون موافقه الرئيس بري؟ ما دخل الرئيس بري اصلا. كيف ما دخل الرئيس بري؟ هلا لحظه، هلا في كلام انه هي مفترض ان تكون مرسوم، لحظه لو سمحت، في كلام عن انه هي رساله الى الامم المتحده تضعف موقف لبنان التفاوضي على اعتبارها ليست مرسوما، ولكي تكون مرسوم انه لازم تكون انه حتى الرئيس بري ما دخلوا بالمرسوم، مش عم تاخذ مشروع قانون شيء بلا دخلوا، لانه عنده وزراء بقلب الحكومه. منذ ان استلم رئيس الجمهوريه المفاوضات هو عم بتابع هالملف، والرئيس نبيه بس هذا ملف وطني يعتبرونه على راسه، وانه ملف هذا في حال بده يكون موقف هذا جانب اجرائي، جانب اجرائي عم يتولى رئيس الجمهوريه، والكل كان ناطر رئيس الجمهوريه ليبعث رساله. قديش صرنا بنقول لازم رئيس الجمهوريه يبعث رساله ليثبت حق لبنان بالخطوط الثانية. أنا تقديري ما ليش بدنا نعمل منا مشكل نحن اليوم، وهي مش نحن بدنا نعمل منا مشكل، هن عاملين منا مشكل. لا قصدي ما حدا يعني هن اليوم انه هذا التوقيت انه منهم مثل ما سبق وقلت حضرتك بده يشتبه الرئيس في الجمهورية مجيء هوكشتاين الى لبنان، بقول نحن بدنا نثبت. هل سيؤثر ذلك على الزيارة برأيك؟ ما بعتقد، هلا المعلومات بكره بده يوصل. وانا برأيي نحن بحالة مفاوضات، وهلا ما بعرف قديش يعني هذه المفاوضات ستؤدي الى نتائج. شو موقف حزب الله من هذه الرسالة ومن المفاوضات بشكل عام حزب الله ومن مسألة
الخط 29 لانه يبدو حتى الساعه لبنان بعد ما وقع على حزب الله عنده موقف ثابت ومعلن وصار مكرر يمكن عشرات مرات، كل ما تتفق عليه الحكومه اللبنانيه او المسؤولين رسميين يقبل به حزب الله. يعني اذا اليوم الدوله اللبنانيه اذا رئيس الجمهوريه، بدي افترض مش انا عم بتبناها، اذا رئيس الجمهوريه عمل تسويه مع الامريكان وقال لهم انه انا بقبل بخط هوف مثلا، ايه ما بعتقد خط هوف من زمان تم اوكي، يعني التخلي عن الخط 29 يعني لا خط هوف يعني التخلي عن الخط 29 يعني تخلي لبنان عن جزء من حقوقه عادة بعبر اراضيه. اليوم حزب الله شو بيكون موقفه؟ بيكون موقفه الالتزام بهذا الموضوع بالاتفاقيات الرسميه، يعني رئيس الجمهوريه مش هو اخر شيء، هو بفاوض بس نعم. اخر شيء بدك تروح على مجلس الوزراء ليوافق على الاتفاق. اذا مجلس الوزراء اذا صار في تفاهم حزب الله منذ مزارع شبعة منذ شو بقول انه كل ما توافق عليه الحكومه اللبنانيه والسلطات الرسميه نحن نوافق عليه، نحن ما بنتدخل بالمفاوضات التفصيليه، وانا برايي لا وقتها، يعني انت ليش عم نستبق نحن امور مش عم نستبق يا يعني ممكن هلا يمكن نحن نقبل بشيء جاي وجايب معه حل على راسي وامبارح كان وامبارح كان يمكن نحن البعض يمكن اسرائيل بكره ما تقبل مثلا افتراضا، بدك تشوف شو الامور بدها توصل لها، لذلك انا برايي بهذا الموضوع وعادة بالمفاوضات نحن لو أنه عنا التزام بالأداب الحقيقية للمفاوضات كل هذه المفاوضات لازم تحافظ على سريتها لمصلحة البلد ولمصلحة الوصول إلى ما يخدم مصلحة البلد. بس نوصل لنتيجة بدأت نعرض الأمور، بس لهلأ أنا برأي أول شيء شو بده يجيب هوكشتاين أنا ما عندي معلومات حقيقية ولا حدا، بس بالأخير نحن مصلحتنا استعادة حقوقنا البحرية والبرية، لأنه كمان بكرة في الخط البري الممتد على الخط البحري، كله هذا مصلحتنا. قديش بنكون وراء الحكومة اللبنانية وراء المسؤولين اللبنانيين بالمفاوضات، وإذا في خطأ ما بتم تصويبه افتراضا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، والأهم نوصل لحقوقنا، هذا المطلوب الآن، مش نحول المفاوضات، وهذه كانت نقطة الضعف الأساسية إلى نقطة إشكالية بين المسؤولين اللبنانيين. طيب نحكي شوي عن انتخابات نيابية، بس بدي أقول للمشاهدين أنه نحن أنا بعتذر عم بسأل بعد شوي وزير الشؤون الاجتماعية دكتور حجار رح يكون عنده مؤتمر صحفي يعلن فيه عن نتائج تسجيل اللبنانيين في المنصات، على ما أعتقد رح ننقله بشكل مباشر. قبل ما نروح للوزير بدي نحكي شوي عن الانتخابات النيابية، اليوم في رغبة دولية بحصول هذه الانتخابات، وهذه الانتخابات في كتير عليها علامات استفهام لأنه الساحة هيك على الرغم من بعض الاصطفافات اللي تبدو واضحة حتى الساعة اللي هي متعلقة بفريق 8 أدار، بينما الفريق مثلا السني اليوم شو رح يعمل، ثمة من يقول أنه يجري العمل على تشكيل فريق أو جبهة خلينا نسميها سنية تختلف عن موقف سعد الحريري المهادن لحزب الله لتخوض بها الانتخابات النيابية، يعني يمكن برعاية خليجية. قرار الرئيس سعد الحريري وتيار مستقبل تعليق العمل السياسي كان قرار كبير كتير، لكن أنا عم لاحظ الآن من باب المراقبة أنه لم يمضي على هذا القرار يمكن أسبوعين أو أكثر بشوي صغيرة، الآن كل الناس بالشأن السني، لأنه بتعرف دار الفتوى كانت كل الفترة الماضية منذ صعود الرئيس رفيق الحريري كان تقريبا يعني تابع لتيار المستقبل تقريبا، طبعا مع احترامنا لموقع دار الفتوى، بس هي يعني المؤثر فيها بشكل اساسي تيار المستقبل هو القوة السياسية وهو القوة النيابية، لذلك كان تاخذ الاعتبار. اليوم دار الفتوى متحررة اكثر بالموضوع السياسي وبتقدر هي ترجع تستعيد زخمها في إدارة الشأن السني. ثاني شيء القوى الثانية كلها اعلنت مشاركتها بالانتخابات، حتى الان لا يوجد هناك مقاطعة سنية للانتخابات، لذلك ما في خوف من هذا الجانب. هلا من ستشكل الانتخابات؟ انا تقديري لا احد يستطيع ان يملا فراغ تيار المستقبل بنفس الحجم وبنفس الشكل، يعني لا في قوة مركزية الان تقدر تحل محل تيار المستقبل، وما في حدا بيقدر يدير الوضع السني كما كان يديره تيار المستقبل، لذلك ستتوزع الأصوات على جبهات متعددة، وهذا سيخلق سيوجد يعني
تشكيلات جديده داخل مجلس النواب يمكن على عكس ما كان قائم. هالشيء هلا الخوف عند ما بعرف اذا صحت المعلومات انه الامريكان وبعض القوى خوفانين ان يؤدي ذلك، الا لا بعكس ما كان هناك رهان انه على اضعاف حزب الله بالانتخابات الجايه سيكون حزب الله وتحالفاته هي الكتله الاكبر في المجلس النوابي الجديد. من هون انا تقديري الان علينا ان نواكب من هم الذين سيشكلون جبهات الانتخابية. البهاء الحريري قديش بيقدر يمثل افتراضا، اللواء اشرف فيفي او غيره، استاذ نهاد المشنوق اليوم كانه لمح لعودته الى الساحه السياسيه بالمعنى الانتخابي لما اخذ قرار نهائي. الرئيس نجيب ميقاتي اي دور بيلعب فيه؟ بدك تكمل وزير. نحن امام خريطه جديده. نعم. بس نعم. ما في شيء محسوم لحين حصول الانتخابات النيابيه. نعم. طيب خلينا ننتقل للمؤتمر الصحفي لوزير الشؤون الاجتماعيه دكتور حجار حول البطاقه التمويليه. يكون خلص الوقت يمكن هلا بنشوف اذا بنودعك او لا. بكل الاحوال شكرا على حضورك.